مساء الخير، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا احس اني مره نعست، كان عندي كلاس تو خلصته. شوفوا، اليوم كان جدا حافل، عياده بعدين عمليات بعدين فتوي، ما رجعت البيت، برجع بعد شوي. المهم شوفوا هذا السؤال، تقول ايش علاج كيس على النبي؟ شوفوا، لازم نفرق بين كيس وبين تكيس. احيانا بعض الاخوات ما يفرقون، يكون عندها كيس تقول عندي تكيس، أو يكون عندها تكيس ويقول عندي أكياس على المبيض، ترى في فرق بينهم، تمام؟ لما نجي نتكلم عن الكيس، أي شيء حجمه 5 سنتي أو أكثر هذا اسمه كيس. هذا الكيس طبعا ممكن يروح بالحالة، وممكن يحتاج تدخل جراحي، وممكن حبوب منع الحمل تقلل من حجمه، وممكن يختفي، تمام؟ فوجود كيس على المبيض مهم جدا، متابعته بالسونار كل 3 شهور إلى 6 شهور مهم جدا، نتأكد انه ايش مو مسبب لك اي مشاكل او اعراض زي الم قوي، عرفتوا كيف؟ اذا عندك الم مرة قوي مع الكيس، لا لازم تدخل، غير كذا نقدر احنا نراقبه. اذا كان مرة كبير، يعني مثلا 10 سنتي، 15، 20، طبعا هذا لازم يزال جراحيا.